الخير. أصدقائنا اليوم ضيفنا ضيف أرارات للسياحة وضيفي الخاص شخصية معروفة في الإعلام العربي. صار لهم 5 أيام في أرمينيا رافقناهم وكان شرف كبير لنا. نعرفكم بالأستاذ الدبلوماسي الدكتور معتز كوكش. وخلني نسمع رأيه عن أرمينيا. تفضل دكتور. الله يحييك أبو ماسيس. شكرا أول شيء، شكرا على الآيس كريم، يعني كانت رائعة جدا. على فكرة اللي بيجون أرمينيا لازم يجربوا الآيس كريم في أرمينيا، له نكهة خاصة. طبعا بالعودة إلى جولتي يمكن كانت قصيرة 5 أيام. صراحة أنا يعني اللي شفت أو حتى اللي تعلمت، أنا ما راح أقول اللي شفت وجيت سياحة، أنا تعلمت من أخونا دانيال هايك، تعلمت كثير، عرفت أشياء كثير عن أرمينيا أنا ما كنت أعرفها. بلد يعني جدا جميلة، وعلى قولتك هواية حلوة، كلش حلوة. فيعني 5 أيام ممكن أقضيها 5 أيام. أنا طبعا أول يومين كنت في منطقة بالضبط، هي هذه منطقة طبعا يعني منتجع ثلجي، وتواجدنا طبعا مع بداية تساقط الثلوج، وكان يعني أيام ممتعة جدا. فكانت يعني تواجدنا في المنتجع الثلجي مع بداية تساقط الثلوج، تساقط الثلوج بغزارة لمدة يومين كانت قمة المتعة. هي خربطت شغلنا يعني، بس بالنسبة لنا كانت متعة يعني صراحة. نعم. انطلقنا بالتلفريك اثناء تساقط الثلوج، وعجبني هذا الموضوع جدا، يعني انه حتى اثناء تساقط الثلوج ما توقفت الفعاليات الثلجيه، شفنا الناس اكثر تطلع بالتلفريك، وشفنا الناس تتزلج، والحياه مستمره يعني رغم من كثافه الثلوج وتساقطها، الا انه الحياه مستمره جدا، وحتى ادارات الطرق عندهم فتح الطرق باستمرار بالثلوج وما شابه. بعدين توجهنا لمنطقه يربان، وطبعا رحنا زرنا بحيره سيبان. إذا جيتم مع أرارات أو مع بوماسيس لازم يأخذكم على مطعم السمك، عندهم مطاعم السمك هناك، وذكروا الحركة هذه، بس أصوركم الحركة هذه، لأن السمك كبير، فجربوا السمك النهري، عندهم سمك البحيرة، سمك رائع جدا. طبعا يربان هي منطقة تاريخية، جنون العمارة، لما تتكلم على الجنون الهندسة، جنون العمارة والنحت، لازم تزور يربان. أنا زرت مدن كثيرة حول العالم، ولكن اللي شفته في يربان ولا تعلمت من أبو ماسيس يعني كان درس ثقافي تاريخي ما راح أقدر أوفيه حقه لو قلت كلمة. شرف لنا هذا. فيعني أنا إنسان أحب المطالعة، أحب القراءة، لكن تعلمت ومرت علي معلومات لأول مرة أسمعها صراحة. وأنا يعني أنصحكم فعلا بزيارة أرمينيا، زيارة يربان، أماكن كثيرة يمكن طبعاً طول شرحها والكلام على النصب، يمكن رحلة النصب الأحرف في الكرية، والنصب في عندك الإبادة الجماعية، النصب الإبادة الجماعية، والمدرج اللي رحنا اليوم، مدرجات داشتا، هذا طبعاً بحد ذاته خيال، يعني قد ما وصفتهم هي جنون هندسة معمارية، فعلاً جنون هندسة معمارية. ايضا في معابد، في معبد جارني. انا اعذروني 5 أيام ما قدرت احفظ الاسماء، شفته صعبه شوي، ولكن ابو ماسيس ما شاء الله يعني في سلام. شكرا لك عن جد، يعني هذا كانت من اجمل الزيارات. انا بعد ساعه راح اغادر يربان، وان شاء الله يكون نصيب بعد شهرين بزياره اخرى، بس 10 أيام. اهلا وسهلا. طبعا اقل شفت شخصيه مثل جنابه 4-5 أيام قليل. انا والله صراحه انا شوف لما جيت انا في وسط الشتاء الحين، على الوصف اللي وصف لي بوماسيس انه يعني ممكن يشوف الربيع والربيع بيربان بالمناطق الثانيه، راح يكون منظر ممتع وجدا ممتع. فانا ان شاء الله قريبا جدا راح اطلع عليكم مره ثانيه، لكن من موبايلي وعلى الهواء مباشره، وفي مفاجاه قريبا انتظروها ان شاء الله. وكان صديقنا سائحنا اليوم الدكتور معتز كوكش، مثل ما قلنا مستشار دبلوماسي إعلامي معروف في الأوساط العربية. شرف لنا، شرف لنا. شكرا لكرم ضيافتك. Thank you.
تحملوا البرد لانه وعندنا مو بارد جو ها 7 تحت الصفر كان يعني الجو حلو ربيع بس عادون هم وزلاجاتهم فوق ومن فوق يتزلجون هذا الطريق المخصص لهم.